يعني أفهم من كلامك إن اللي بيننا صحة؟ أنت ليش بتسوي كذا فيا؟ صدقيني أنا بسوي كذا عشان مصلحتك. مصلحتي؟ أنت ما يهمك إلا نفسك، أنت أناني. افهميني، مستحيل أكون أناني، صدقيني ما أتهوني ولا يهوني إنك تعاني، صدقيني ما هو بإيدي الفراق مو هوايا، واللي بدمعي ودمي كان لازم أنهي بالحكاية، كفي طاوعني ضميري واستمر للأخير ونسير في علاقة مجهولة المصير، كيف أكون أنا القاضي وأحكم عليك بالألم، كيف أكون أنا الخصم وأكون أنا الحكم، مدام الحب مكوت مصير في يوم يضيع أو يكون حب مزيف مع أفراقنا يموت، اسمحيلي كيف أظلمك معايا، افهميني وأنا أقول إني خايف من نهاية، أنا آسف غصبا عني أكون الوعد، أنا آسف مستحيل نكون في يوم لبعض، صحيح إني خارج من حياتك للأبد مع إنه حبي لك زي الروح في الجسد، لا تكون عني أناني لو مهما يكون، أرجوك إنساني اليوم منك كلمة حبيبي، مدري كيف أصبر نفسي بعد ما أنتي تغيبي، لو علي ما يهم مع نفسي أختلص، أقدر أكبت كل وجاعي وكل أحزاني تنحبس، أقدر أبني العين سدود تحصر فيضان دموعي، وأقدر أكتم شوقي في صدري داخل زنزانة طلوعي، وأقدر أنسى أو أتنازل عن أفراحي والسعادة، اعتبريني من اليوم أسلوبه من الإرادة، أناني توصفيني بالأناني، ما أقول إنك غلطانة لكن خليكي مكاني، كيف أظلم الإنسانة اللي ضحت علشاني، اسألي لو كنت تكذبيني بكلامي، اسمعي نبضاتي اللي في قلبي تنطق اسمك، شوفي بعيني وهي كيف ما ترسم إلا رسمك، أنا راضي بكل كلامك مهما كانت المعاني، أنا الظالم المظلوم أنا ضحية وجاني، لا تكون عني أناني لو مهما يكون، أرجوك إنساني لا تكون عني أناني لو مهما يكون، أرجوك إنساني أصعب ما علي اليوم إن أقول مع السلامة، هل بتحمل بعدك عني ولا تحمل الملامة، غريبة اللي كنا منه نخاف صار مكتوب علينا اليوم وانتهى بنا المطاف، توصفيني بالإجحاف والغدر والأنانية، وصفيني إن الظالم اللي جانا بالإنصاف، وصفيني بأي شيء لو قدرتي اكرهيني وتركيني وأنا واثق في الأخير رح تعذريني، أنا أسألك بالله اللي جمعنا في هذه الساعة، هل كلامك عني كان نابع عن قناعة، أنا أعطيتك كل حياتي واللي ليا، كنت أفديكي بكل أفراحي كنت أهديها كهدية، اكرهيني من الداخل اكرهيني واقطعي كل الوصال اللي بينك وبيني، ما اخترت اني ابعد عنك لكن حددت مصيري اني اكون انسان اناني لو ما خانني تعبيري، لا تكون عني اناني لو مهما يكون، ارجوك انساني لا تكون عني اناني لو مهما يكون، أرجوك إنساني. www.394.com